مع أنها التقت بالأمس كورت، فإن لقاءها به يبدو كأنه حدث منذ زمن طويل، لأن السعادة التي بين يديها لا تعوض أبداً. كانت الأواني الفضية تلمع على غطاء الطاولة الأبيض المطرز وتبرق كؤوس الكريستال مثل قوس قزح عندما حركت إيلينا باقة الزهور ووضعتها بذوق في وسط الطاولة، متسائلة ما إذا كان رولت سيلاحظ أنها نفس الزهور التي حملتها يوم زفافها. تراجعت إلى الوراء وحدقت بالمائدة الجميلة التي زينتها، ثم ألقت نظرة خاطفة على كل شيء. في المطبخ بقي الحساء ساخنا على النار، السلطة والحلوى تنتظر في البراد، بينما قطع اللحم المطبوخة بالصلصة ما زالت على نار خافتة. كل شيء جاهز ينتظر قدوم رولت، حتى إيلينا نفسها استعدت لاستقباله، فارتدت ثوبا شفافا من القماش الناعم له فتحة طويلة عند العنق. كانت تتألق أنوثة وجاذبية وإثارة، وكانت طوال النهار تسبح في سحابة من الأحلام وهي تنتظر. وعندما طال انتظارها اتجهت نحو الباب الزجاجي المؤدي إلى الشرفة. حدقت في شمس المغيب وقد طال صبرها ومالت وكأنها تخاطب قرص الشمس. أرجوك أسقط اليوم باكرا في البحر، أريد عشاءنا أن يكون رومانسيا على ضوء الشموع، ولا يمكن ذلك إن بقيت تلمعين. دقائق فقط وتوقفت سيارة أمام المنزل، فاهتزت إيلينا وأسرعت نحو غرفة الجلوس تنتظره بفارغ الصبر. فتح الباب الأمامي وعلى صوته: إيلينا، إنني هنا. قطعت الفرحة صوتها، لكنها لم تسرع لملاقاته، لكن الابتسامة تجمدت على ثغرها حينما لاحظت برودة مهالم وجهه. امتد نظره إلى المائدة ثم نظر إليها ببرودة سائلا: ما هذا؟ هل هو احتفال بالنصر؟ وكان صوته يحمل اتهاما واضحا، فهزت رأسها غير مصدقة. لا يمكن أن يكون هذا الرجل هو نفسه الذي ترك البيت هذا الصباح، أو بالتحديد عند الظهر. فأجابته متعجبة: لا أفهم ماذا تعني. ألا تفهمين؟ إن كورت لم يحافظ على موعده معي بعد الظهر. ارتجفت إيلينا وأحست بأن اللؤم القديم قد عاد إلى نبرات صوته، فنظرت إليه وكررت بصوت شارد: لا أفهم. أجاب ونظرات القسوة تكاد تقطع جسمها: حقا، لقد ترك كلمة مع السكرتيرة، إنه منشغل جدا. هذه هي كلماته تماما: منشغل جدا. وخرج، لقد رد لي التحدي، أترين ذلك؟ استعمل تلك الكلمات عند الصباح عندما ألغى موعده مع كورت، فأجابته غير مصدقة: ماذا تقول؟ رد والاستهزاء ظاهر على شفتيه: ما بك؟ ألا تعلمين أن أخي قد فضح السر؟ أم كنت تزعمين أن تبوحي بالخطأ هذه الليلة؟ أنت لا تدري عما تتكلم. حقا. ابتعد عنها كأنه غير قادر على أن ينظر إليها، ثم رمقها بنظرته القاسية وأضاف: لقد حولتني إلى إنسان مجنون. لم أفكر أبدا بأنك قد تتركيني هذا الصباح لتوافي كورت بعد الظهر. أنا لم ألتقي كورت أبدا. عقد حاجبيه وحدق بها وسأل: أين كنت في فترة بعد الظهر يا إيلينا؟ لقد اتصلت بك ولم أجدك،
واتصلت أيضا بمنزل أهلك ولم أجدك. أشارت إلينا إلى المائدة وأجابت: لقد ذهبت إلى المدينة لأشتري هذا من أجل عشاء الليلة. يا للصدفة الجميلة، ذهبت إلى السوق في نفس الوقت عندما كان كورت منشغلا جدا. مجرد صدفة، أليس كذلك؟ ردت والدموع تتلألأ في عينيها: ربما كانت صدفة، لقد ذهبت إلى المدينة وتسوقت ثم عدت إلى هنا من دون أن ألتقي بأحد. وهل تنتظرين مني أن أصدق ذلك؟ لا أنتظر منك شيئا. ثم عضت على شفتيها بألم وقد قطعت الدهشة أنفاسها، وأدركت أنها لن تتحمل سخريته الجارحة وشكوكه، فحبست دموعها وهمت بالخروج من الغرفة، لكنه أمسك بذراعها وأدارها نحوه وقال: هل تنكرين أنها ليست المرة الأولى التي التقيت خلالها كورت بعد زواجنا؟ اصفر وجه إلينا وكبرت عيناها من الدهشة، فارتجفت شفتا رولت أمام ردة فعلها وتابع غاضبا: كنت تعتقدين أنني لم أعلم بلقائك بكورت نهار البارحة، أليس كذلك؟ ثم دفعها نحو صدره وحدق في عينيها بقسوة: البارحة؟ بدا لها هذا النهار بعيدا جدا، وكأن لقاءها بكورت في المركز حدث منذ سنة، وأدركت لو أن رولت عرف بهذا اللقاء من قبل لكان من الطبيعي جدا أن يفكر بأنها التقت كورت اليوم من جديد، لكن كيف يمكنه أن يفكر بذلك بعد الذي حدث بينهما في الليلة الماضية وهذا الصباح؟ سألته متعجبة: كيف عرفت بهذا اللقاء؟ ثرثرت الموظفين: إنها تنتشر بسرعة البرق، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفضيحة مثيرة. لقد سمعك أحد الموظفين وأنت تضربين موعدا مع كورت عندما تحدثتما في الممر. بدا صوته قاسيا مريرا، لذلك أجابته: أجل لقد التقيت به، لكن المسألة ليست كما تتصور. تعنين أنه لم يضمك بين ذراعيه؟ ألم يقبلك؟ على الأقل ليتذكر الأيام الماضية. وأمام صوته المرير أدركت أنه لا يهم ماذا تجيبه، فهو لن يصدقه. شدت إلينا على أسنانها وحاولت أن تخفف الألم الذي كان يمزق قلبها، وأجابت بعد أن تمالكت أعصابها: لن أناقش الأمر معك، ما نفع الدفاع عن النفس بعد أن حكمت علي بالإعدام؟ إن الحقيقة واضحة للعيان، أجابت والانفعال يقطع أنفاسها. الحقيقة؟ أية حقيقة؟ ماذا تعرف أنت عن الحقيقة؟ لن تعرف شيئا منها لأنك تعمي بصرك. إنني أعرف حقيقة واحدة، هي أنك لن تري كورت ثانية بعد اليوم. ثم ترك ذراعها وأدار ظهره وقد اصفرت شفتاه من الغضب، فأحست إلينا أنه وضع مسافة بعيدة بينهما قبل أن تختنق. لو قال عبارته ببساطة وبطغيان أقل لقبلت بها إلينا ولاعترفت له بأنها لا تهتم بكورت، لكنه استعمل صيغة الأمر الجازمة في وجهها فأثار ردة فعل عنيفة في نفسها، لذلك أجابته: هل تظن أنك ستمنعني عن ذلك؟ كيف؟ هل تسجنني داخل المنزل؟ هل تضع حراسا علي؟ سأجد طريقة للفرار، لا لشيء إلا من أجل إغاظتك. لا أحد يأمرني، لا أحد يقول لي ما علي أن أفعل، أنا لا أتلقى الأوامر من أحد، إنني أرى من أريد وحيثما أريد وفي أي وقت أريد، لن تمنعني أنت من ذلك. أمام غضبها الجامح
رد رولت ببرودة وبصوت فيه الكثير من الوعيد. لقد أقسمت مرة بأنك ستجعلين حياتي تعيسة. كنت أعتقد أن الأمر مضحك واحتقرتك، لكنك ماكرة أكثر مما كنت أتوقع. أنت زوجتي يا إلينا، حاولي أن تقابلي كورت مرة ثانية وستكتشفين نتائج خيانتك. وأية نتائج أسوأ من هذه التي اكتشفتها اليوم؟ قالت ذلك وانهمرت الدموع من عينيها، دموع ألم وغضب، وتابعت وكأنها تنوح. لست وحدي من يملك القدرة على إفساد الحياة. لقد حققت أنت الهدف الأول بعد أن فسخت علاقتي بكورت وأجبرتني على الزواج منك. أنا زوجتك الآن، لكن هذا الوضع يمكن أن يتغير وسوف أغيره يا رولت. لا شيء يمكنه أن يبقيني زوجة لك. أجابها بهدوء: لا شيء. وماذا عن والديك؟ والدك ووالدتك؟ أطلب الطلاق وسوف أمنع مساعدتي عنهما. أجابت بلا تردد: عندها فليتحمل والدي أخطاءه بنفسه، كما أدفع أنا الآن ثمن أخطائي. وأن زواجي منك هو أكبر خطأ ارتكبته في حياتي. إنني أتحداك يا إلينا، لن تطلقي لتتزوجي من أخي. لن أتزوج كورت، فأنا لا أريد أي شيء من الرجال بعد الآن. ليس هنالك رجل على الأرض يستحق العذاب الذي يسببه للمرأة. إن ثمة خبثا في القضية لا أفهمه. عندما اتهمني كورت زورا بأنني متورطة معك، ألقيت اللوم على نفسك وتحملت المسؤولية لتصل إلى أهدافك، وها أنت الآن تتهمني برؤية كورت وتستعمل أسلوبه الخاطئ نفسه. هذه المرة اللوم يقع علي وحدي لأنني لم أكن أعلم شيئا عن الرجال. لقد انتصرت علي يا رولت، انتصرت جيدا، هنيئا لك. قالت ذلك وهمت بالخروج، لكنه اعترض طريقها، فرفعت نظراتها مرتجفة إلى وجهه القاسي، واندهشت حينما لاحظت من وهج عينيه أنه يتألم كحيوان مجروح. فجأة تحولت زرقة عينيه إلى قساوة وبرودة، فقال: إلى أين تعتقدين أنك ذاهبة؟ أحست إلينا أنها ترى في عينيه عالم الألم نفسه الذي كانت تحس به، لكنها أدركت أن ما يثيره ليس سوى كبرياء رجل ذي أنانية حمقاء، فأجابته بقوة: قلت لك بأنني سأتركك، سوف أغادر هذا البيت، سوف أفسخ هذا الزواج يا رولت، سأتخلى عنك. واضطربت شفتاه وسألها: ماذا تريدينني أن أفعل؟ أتريدينني أن أشتو أمامك وأرجوك البقاء؟ أتريدينني أن أزحف إليك؟ هل هذا ما تبحثين عنه؟ أتريدينني أن أنحني على قدميك لكي يكون انتصارك كاملا؟ ضحكت إلينا والدمعة في عينيها وقالت وصوتها تجره الحسرة: إن هذا المشهد سوف يكون رائعا، عملاق مصابي على قدمي. فأجابها رولت بجفاء: إنك قادرة أن تحمليني على الركوع عند قدميك، وهل يرضيك ذلك؟ أبدا أبدا لا. لا شيء أقوله أو أفعله إذن يمكنه أن يغير الموقف، أليس كذلك؟ واهتز ذقنها وسألت: هناك أمر واحد أرغب في معرفته. قبل ليلة أمس هل كنت تعلم بأنني قابلت كورت؟ أجل، كنت أعلم. ورغم أنها كانت تتوقع هذا الجواب، لم تستطع أن تمنع نفسها من التراجع، وكأن صوته القاسي قد أصابها بعنف. أية حمقاء أنا، لقد أردت أن أكون لك لأنك خفت أن يسرق منك كورت طهارتي
قبل أن تفعل بنفسك. لم أتوقع أبدا أن يكون الحب عاطفة مذلة بهذا الشكل. الحب. أمسك رولت بكتفيها وهزها بقوة وهو يقول: الحب، الحب، أنت لا تعرفين شيئا عن الحب. هل تعلمين بأية حال كنت خلال تلك الأسابيع التي قضيتها في هذا البيت؟ وأنا على علم أنك على موعد مع كورت، وأتصورك بين ذراعيه وهو يقبلك. هل عرفت الشعور الذي راودني كل مرة رأيت الحقد في عينيك وأنت تنظرين إلي؟ الحب، الحب. راح يردد هذه الكلمة بقسوة وعيناه ممتلئتان حزنا وغضبا وغموضا وهو يتأمل وجهها. أما هي فكانت مذعورة لا تصدق ما تسمعه أذناها. قال لها: أول مرة رأيتك فيها وكنت لا تزالين مراهقة، وقعت تحت سحرك، وعندما نضجت وأصبحت امرأة لم أستطع التوقف عن حبك ولا أزال عاجزا عن ذلك. أجل، لقد أجبرتك على الزواج مني وابتكرت حيلة، لقد استفززتك، تلاعبت بعواطفك. أعتقد أنني كنت قابلا لأن أفعل أي شيء لكي أتزوج منك. أعترف بأنني لم أكن لطيفا، لكن من قال أن الحياة لطيفة؟ لكن بإمكاني أن أجعلك تقعين بحبي. في الليلة الماضية توقف لحظة عن الكلام، هز رأسه وتركها دون أن ينهي عبارته، ثم أضاف: واليوم، اليوم تقابلين كورت. فاستعادت إلينا صوتها وأجابت: لكنني لم أقابل كورت. قال والرجاء في نبراته: إلينا أرجوك لا تكذبي علي. إنني لا أكذب، هل تفعل أنت؟ أكذب في أي موضوع؟ هل تحبني فعلا؟ ثم توقفت لتبتلع الخوف الذي غص في حلقها، وغطى الألم وجهه وهو يجيب: أليس هذا ما كنت أقوله منذ ساعة؟ إنني أحبك يا إلينا. لم يرفق تصريحه هذا بأي إطراء أو مقدمات منمقة، لكن بساطة كلامه جعلت انفعالها أقوى وأصدق. فقالت له: إنني أيضا أحبك يا رولت، أحبك كثيرا. وأمام نظراته المشككة تابعت: كنت أصارع نفسي لأتجنب الوقوع في حبك منذ زواجنا، وأنا أحاول أن أقنع نفسي بأن ما يشدني إليك هو مجرد جذاب حسي، لكنني فشلت ولم أقتنع. لقد قابلت كورت البارحة لسبب واحد، كنت أريد أن أتأكد إذا كنت ما زلت أحبه أم لا. الآن لم أعد أكيدة حتى من أنني كنت أحبه من قبل، أعرف فقط أنني لا أحبه اليوم. إنه لطيف وأنا معجبة به، لكنني أحبك أنت. سمع هذه العبارة ونظر إليها، حدق طويلا وقد سرح تفكيره إلى البعيد، ثم قال: واليوم؟ اليوم ذهبت إلى المدينة واشتريت ما أريد، ثم عدت مسرعة إلى البيت دون أن أرى أحدا. كنت منشغلة جدا بالعودة لتحضير عشاء الليلة، إنه أول عشاء حقيقي نتشارك فيه كعروسين. إنها ليلة زفاف ثانية على ضوء الشموع والزهور، لأنني فعلا أحبك. ضمها إليه بكل قوة وخبأ وجهه في خصلات شعرها الناعم، وراح يداعب رأسها بحنان، ثم تمتم بصوت خافت: يكفيني أن تفكري بأنك تحبينني، عليك أن تمنحيني الوقت الكافي لأصحح كل ما أخطأت به. لا تتركيني إلينا، لا تتركيني. أبدا لن أتركك يا رولت، لن أتركك أبدا أبدا، يعني وقتا طويلا. فرددت وعيدها: أبداً
أنا أعني ذلك، لن أتركك. دوى في البعيد صدى صراخ حمامة برية تسبح فوق مياه البحيرة، وابتسمت الشمس وأشعتها تلمع على المقعدين الخاليين في غرفة الجلوس، فأدركت إلينا أن الأيام الجميلة أمامها طويلة قبل أن تفكر في الغوص في أعماق البحار. كان الوقت لا يزال باكرا جدا، فلم يفكر أحد من العاشقين بإضاءة الشموع.